أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وجماله وكمالاته، حمدا يرضى به عنا. وأصلي وأسلم على أفضل الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بك، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. وبعد، كيف الحال؟ بخير الحمد لله. طيب، سنبدأ إن شاء الله تعالى بقراءة النظم مولانا الشيخ الدردير رحمه الله تعالى وأعلى قدره يا رب العالمين، ونفعنا بعلومه في الدار. نتفضل الشيخة حسناء بقراءة النظم حتى يسمع من يحضر معنا في البث المباشر، فيستطيع أن يضبط حفظه ويحفظ النص مضبوطا بالشكل فلا يلحن. واللحن هو الخطأ، خطأ اللسان في اللغة. نعم، من أوله حتى نقف بعد الاستعاذة والتسمية. ما فيش. طب هل متصل جديد؟ نعم، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رأي رحمة القدير، أي أحمد المشهور بالتبديل، الحمد لله العلي الواحد. أدي المايك شوي. أي بدي شوي علشان أي كده مظبوط. العالم الفرد الغني الماجد، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار، لا سيما رفيقه في الغار. وهذه عقيدة سنية وهذه عقيدة سنية سميتها الخليدة البهية، لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم، تكفيك علما إن تريد أن تكتفي، لأنها بزبدة الفن تفي. والله أرجو في قبول العمل والنفع منها، ثم غفر الزلل. أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة، ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم ملحت لذة الأقسام. وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرف، أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى، ومثل ذا في حق رسله عليه تحية الإله. فالواجب الأقلي ما لم يقبل الانتفاع في ذاته فابتهل، والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الأول، وكل أمر قابل للانتفاع وللثبوت جائز بلا خفا. ثم اعلما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم من غير شك حادث مفتقر، لأنه قام به التغير، حدوثه وجوده بعد العدم، وضده هو المسمى بالقدم. فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود، إن ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبر، وذي تسمى صفة نفسية، ثم تليها خمسة سلبية، وهي القدم بالذات فاعلم والبقى، قيامه بنفسه بالتطقى، تخالف للغير وحدانية في الذات أو صفاته العلية، والفعل فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. ومن يقول بالطبع أو بالعلة
فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت. لو لم يكن متصفا بها لزم حدوثه وهو محال فاستقم، لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي. فهو الجليل والجميل والولي، فهو الجليل والجميل والولي، والطاهر القدوس والرب العلي، منزه عن الغلول والجهة والاتصال الانفصال والسفة. ثم المعاني سبعة للرائي، أي علمه المحيط بالأشياء، حياته وقدرة الإرادة، وكل شيء كائن أراد. وإن يكن بضده قد أمر، فالقصد غير الأمر فاطرح المرى. فقد علمت أربعا أقساما في الكائنات فاحفظ المقام. كلامه والسمع والإبصار، فهو الإله الفاعل المختار، وواجب التعليق بالصفات. سنقف هنا إن شاء الله تعالى 36 بيتا، لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بهم، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا إلى شرح هذه الأبيات. شكر الله لك. ممكن أحد الشيوخ يأخذ الميكروفون ونقرأ بيتا ونشرح، أحد واحد منكم. شكرا. طيب نبدأ بإذن الله تعالى من أول البيت. سابع عشر. ثم علما بأن هذا العالم، ثم علما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم. نعم، شرحنا الحمد لله المرة الماضية في المجلس المبارك الماضي هذه الأبيات، ولكني سأعرج عليها تعريجا سريعا، أي سأحاول أن ألخص ما شرحته في المجلس السابق. ولكن قبل أن نبدأ الشرح أود أن أسأل الحفظة، هل حفظتم المتن؟ قاربتم على الحفظ؟ انتهيتم منه؟ كم واحد حفظ؟ انتهيتي؟ إن شاء الله لم يبق لنا إلا مجلسان، وبعدها سنقوم بالتسميع لمن حفظ وبإعطاء الهدايا الكبيرة القيمة إن شاء الله. فيعني من لم يحفظ فليبدأ، فالوقت ما زال الحمد لله فيه اتساع، ومن حفظ فليتم حفظه أو يراجع ما حفظ، ومن لم ينتهي بعد فليسرع إن شاء الله تعالى، لأن في آخر مجلس سيعني أسمع المتن غيبا ممن حفظه، وإن شاء الله تعالى يعني نهديه هدية كبيرة كما قلت. هذا ملخص ما قلناه، يعني لن أشرح بتفصيله، ولكن ملخص سريع له، لأن بعض الطلاب سألوني في بعض المسائل وقالوا أن الموضوع يعني العقيدة يحتاج دائما إلى إعادة ومراجعة وإعادة، لأن كلامه يعني ينسى سريعا. فنقول بالله التوفيق، العالم، العالم سوى الله. ما هو العالم؟ ما سوى الله، الملك والملكوت، فكل ما سوى الله، وكل ما سوى الله حادث، وفرق بين حادث ومخلوق. فالحادث ما وجد بعد عدم، ما وجد بعد عدم. ولكن يعني تبسيطا للفهم نقول، حتى يعني نفهم الناس، نقول يعني حادث مخلوق، ولكن هناك فرق بينهم. الحدوث أي وجود بعد عدم، لم يكن موجودا. القديم ليس بحادث ولم يسبقه عدم، ليس له أول ولا بداية، وليس له نهاية ولا آخر. طيب، أي ما سوى الله العلي العالي ما. ثم البيت الذي بعده، من غير شك حادث مفتخر لأنه قام به التغير. الحادث، شرحنا الحادث، والتغير أي تغير العالم. فدليل حدوث العالم، ما هو دليل حدوث العالم؟
لماذا نقول أن العالم حادث؟ تغير، نعم العالم متغير، وكل متغير حادث. في قضية في المنطق نسميها في الاستدلال، نستدل بماذا؟ القضية الأولى العالم حادث، القضية الثانية كل حادث لا بد له من محدث قديم. طيب نريد أن يعني نحذف المكرر من القضيتين، يعني القضية الأولى العالم حادث، القضية الثانية اللي هي الكبرى القياس، تسمى الأولى صغرى القياس والثانية كبرى القياس في علم المنطق، والدكتور جميل عزه الله يشرح لكم المنطق في مجلس خاص. يبقى القضية الأولى وهي صغرى الاستدلال العالم حادث، القضية الثانية العالم لابد له من محدث قديم. أسف هذا النتيجة، كل حادث لابد له من محدث قديم، العالم حادث، القضية الأولى. كل حادث ما المكرر؟ حادث، العالم حادث، كل حادث لابد له من محدث قديم، ما الكلمة المكررة؟ حادث، نحذف الكلمة المكررة، يبقى إذن النتيجة العالم لابد له من محدث قديم وهو الله. التغير في العالم مثل حتى قلنا بمثال الجبال، لم يعني يفكر أحد منذ قرون بإزالة الجبال، ويقولون أنها ثابتة لا تزول إلا بيوم القيامة، ولكن أثبتنا اليوم أن الجبال تزول وتكسر الجبال وتزول، وكذلك الأنهار تجفف إلى آخره، فكل شيء في العالم متغير. البيت الذي بعده، حدوثه وجوده بعد العدم وجده هو المسمى بالقدم. بالقدم، قبل أن نصل إلى القدم نقول لا يمكن أن يكون الحادث أوجده حادث مثله. لماذا؟ يعني نقول العالم حادث، طب لماذا نقول أن لابد أن يكون أوجده قديم وليس بحادث؟ البعض يقول العالم حادث وأوجده حادث، نقول له بطل هذا الكلام. لماذا؟ لأن بهذه الطريقة يدور الأمر، يعني العالم حادث وأحدثه حادث، إذن دار الأمر، هو ما يسمى بالدور أو التسلسل، الدور أو التسلسل. فما هي قضية الدور أو التسلسل؟ نقول الدور هو توقف شيء على شيء، توقف شيء على شيء، يعني هذا لا يحدث إلا إذا هذا حدث، وهذا لا يحدث إلا إذا هذا حدث. نقول مثلا حضور علي الدرس متوقف على حضور مثلا محمود، وحضور محمود متوقف على حضور علي. طب كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ يعني لا يحضر علي أبدا إلا إذا حضر محمود. احضر يا محمود، يقول له لا أحضر أبدا إلا إذا حضر علي. تمام، لا يحضر الطالب إلا إذا حضر الأستاذ، والأستاذ لا يحضر إلا إذا حضر الطالب، فهذا باطل عقلا. إذن لا يحضر أحدهما، لا يحضر أحدهما. إذن لو كان العالم محتاج إلى محدث والمحدث محتاج إلى محدث، إذن لا يحدث أبدا. تفهمون الدور؟ الدور توقف شيء على شيء، توقف شيء على شيء، توقف وجود الأستاذ بوجود الطالب، وتوقف وجود الطالب بوجود الأستاذ. كيف؟ تمام؟ طيب هناك دور مباشر وهناك دور غير مباشر. الدور المباشر مثلا نقول إعطاء الشهادة الجامعية، شهادة الجامعة متوقف على أن يكون معك شهادة خدمة مجتمع، خدمة مجتمعية، خدمة مدنية. تفهمون الخدمة المدنية؟ أن تكون مثلا قمت بخدمة ما للمجتمع ونعطيك شهادة. إذا أردت أن تحصل على شهادة الجامعة فهاتي شهادة الخدمة المدنية. طيب تذهب للخدمة المدنية تقول لهم أريد شهادة حتى أعطيها للجامعة، تقول لا لن نعطيك هذه الشهادة إلا إذا أتيت لنا بالشهادة الجامعية، الشهادة الجامعية لن نعطيك إلا إذا أتيت بالخدمة إذن لا يحدث أبدا، لن تأخذ شيئا. فهمتم الدور؟ أشرحه مرة ثانية. فهمتم؟ مرة ثانية وثالثة. الدور توقف شيء على شيء، يعني هذا الشيء لا يحدث أبدا إلا إذا وجد الشيء الثاني. مثلا عندنا قلم أحمر وقلم أخضر، لا يمكن أبدا أن يأتي
أو نشتري القلم الأحمر إلا إذا اشترينا أولا القلم الأخضر. تمام، مفهوم. إذا تشتري القلم الأخضر، يقول لك لا، لا يمكن أبدا أن تشتري الأخضر إلا إذا اشتريت الأحمر أولا. هذا باطل عقل. طيب أشتري الأحمر، يقول لا يمكن، لابد أن تشتري الأخضر أولا. طب أشتري الأخضر أولا، يقول لا يمكن، لابد أن تشتري الأحمر أولا. هذا باطل. تمام، هذا ما يسمى الدور، يعني شيء متوقف على شيء. لا يحدث هذا إلا إذا حدث هذا، وهذا نفسه لا يحدث إلا إذا حدث الآخر. فالأمر الدور باطل. لماذا؟ يقتضي التقدم والتأخر في لحظة واحدة. ماذا يعني هذا؟ يعني تقدم كل واحد على صاحبه وتأخره، تقدم شراء الأحمر على الأخضر، وتقدم شراء الأخضر على الأحمر في نفس الوقت. طبعا جمع بين نقيضين، كيف يكون؟ جمع بين نقيضين، لا يوجد وجود وعدم في وقت واحد. هذا هو الدور. هذا مفهوم الآن؟ طيب التسلسل، التسلسل تعاقب الحوادث في الماضي بلا نهاية، يعني شيء من شيء من شيء بلا نهاية، يعني ما من حادث إلا وقبله حادث، وحادث قبله حادث، وحادث قبله حادث، إلى ما لا نهاية. يعني توقف الشيء على أمور متناهية. مثال، توقف وجود البيضة على ماذا؟ البيضة من أين تأتي البيضة؟ من الدجاجة. ومن أين تأتي الدجاجة؟ من البيض. من أين تأتي البيض؟ من الدجاج الذي قبلها. ومن أين تأتي الدجاجة التي قبلها؟ من البيضة التي سبقتها. وهكذا، ومن أين هكذا هكذا، تسلسل غير منقطع، لابد أن تنقطع هذه السلسلة، وإلا هذا باطل. يعني كيف يكون؟ طب من أوجد البيضة الأولى؟ من أوجد الدجاجة الأولى؟ هذا متوقف على وجود الابن، متوقف على وجود الأب، ووجود هذا الأب متوقف على وجود الأب الذي سبقه، وجود هذا الأب متوقف على الأب الذي، والأب الذي إلى آدم. إذن لابد أن تنقطع السلسلة، ولابد أن يوجد موجد، موجد لكل هذا بلا موجد. يعني الله سبحانه وتعالى بلا أن يوجد، أن يكون له موجد، هو الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. فهذا هو دليل حدوث العالم، هذا هو دليل حدوث العالم. لأن حدوث العالم، لو قلنا بعدم حدوث العالم، إذن لوجب الدور والدور باطل، ووجب التسلسل وهو باطل. فهمتم هذا؟ أعيد؟ أعيد هذا الشرح؟ أعيده؟ نعم. العالم حادث. إذا قلت أنه ليس، أن العالم هنا ليس أو متوقف على أنه أحدثه حادث، نحن نقول أن من أحدث العالم، حادث أم قديم؟ قديم. ما معنى قديم؟ قديم موجود بلا عدم، سأشرح قديم. تمام، موجود بلا عدم. قديم أي لم يحدثه أحد، هو موجود واجب الوجود. فلو قلت العالم هذا حادث، أحدثه حادث مثله. طب ومن أحدث الذي الحادث؟ حادث 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 حادث، وجب التسلسل وهذا باطل. أو لو قلت وجود العالم وحدوثه متوقف على وجود الله، ووجود الله متوقف على وجود العالم، هذا دور وهذا باطل. فهمتم؟ طيب. يبقى لابد من انقطاع التسلسل هذا، لأن لابد أن يوجد سبب. من الذي أوجد؟ أوجد هذا، أوجده هذا، وهذا أوجده هذا، ومن الذي أوجد؟ من الذي سبب كل هذا؟ الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب، لا علة له. علة يعني سبب، فالله سبحانه وتعالى لا علة له، لا سبب له، لا سبب سببه، لا سبب مؤثر في وجود الله سبحانه وتعالى. وغير الله سبحانه وتعالى فهو حادث، أي يوجد سبب لإيجاده، والله سبحانه وتعالى هو الذي سبب الأسباب. فهمتم؟ إذا لو لم نثبت القدم لله تعالى لأثبتنا له الحدوث، ولو أثبتنا الحدوث لله تعالى لابد مني من محدث له، وهكذا تسلسل ودور، وكلاهما باطل. تفضل. أعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود. نعم، الوصف بالوجود، هنا أبدأ الشيخ الدردير رحمه الله تعالى
في الحديث عن الصفات الواجبة لله تعالى، يعني ما يجب في حق الله. هنا يتحدث عن ما يجب في حق الله تعالى، يتحدث عن ما يجب في حق الله. يجب أن نعلم أن ما يجب في حق الله إجمالا دون تفصيل كل كمال يليق بذاته المقدسة، كل كمال يليق بذات الله تعالى، كل كمال يجب في حق الله، هذا هو على الإجمال. طيب، كم هي كمالات الله؟ كم عددها؟ نعم، لا تتناهى، لا تتناهى، كمالات الله لا تتناهى، لأن الإنسان مخلوق، والمخلوق لا يدرك، لا يستطيع أن يدرك الخالق سبحانه وتعالى، فلا نعرف من كمالات الله إلا ما أخبر الله به سبحانه وتعالى عن نفسه، وغير ذلك لا نستطيع، لا تدركه الأبصار. تمام؟ فكمالات الله لا تتناهى. هل صفات الله سبحانه وتعالى من كمالات الله؟ هل صفات الله من كمالات الله؟ نعم، صفات الله من كمالات الله، القدرة، السمع، البصر، الحياة من كمالات الله. إذا كانت كمالات الله لا تتناهى، إذن الصفات لا تتناهى، ولكن إجمالا نقول نعم كمالات الله لا تتناهى، ولكن تفصيلا فذكر لنا العلماء بعض هذه الصفات، ليس الصفات التي ندرسها في علم العقيدة هي كل صفات الله، لكن هذه بعض الصفات التي نعلمها كيف بإخبار الله تعالى لنا، بإخبار الله تعالى، وإلا كيف نعلم ما لم يخبرنا الله به عن نفسه؟ فنحن لا ندرك الذات العلية، فلا نعرف إلا ما أخبرنا الله به تعالى عنه. يبقى العلماء حين ذكروا هذه الصفات ذكروا الصفات الموجودة في كتب العقيدة على سبيل التفصيل التي توضح هذا الكمال الإلهي، ولكن كمالات الله لا تتناهى، لا تتناهى. طيب، اتفق العلماء على 13 صفة، 13، 13 صفة اتفاقا، هناك صفات أكثر من ذلك، ولكن أقول المتفق عليه، المتفق عليه بين علماء هم اتفقوا على 13 صفة. صفة نفسية وهي الوجود، شرحت هذا المرة الماضية ولكن أقول أراجع وألخص، صفة نفسية وهي الوجود واحدة، وخمس صفات سلبية، القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، القيام بالنفس، الوحدانية، وسبع صفات معاني تسمى صفات معاني. هذا ما اتفق عليه العلماء، اتفقوا على 13 صفة، واحدة نفسية صفة الوجود، خمس صفات سلبية، وسبع صفات تسمى صفات معاني، وهي القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام، هذه الصفات. طيب، وباقي الصفات 20، يعني بعض أوصلها إلى 20، نقول إجمالا واتفاقا 13 صفة، تفصيلا 20 صفة، وليس الكل متفق على ذلك. مثلا الإمام أبو حسن الأشعري قد ذكر 13 صفة، وهذا ما اختاره الإمام الدردير في نظمه، اختار أن يذكر 13 صفة، 13 صفة. صفات سلبية ومعاني، النفسية كله اتفق على النفسية وهي الوجود، السلبية اتفق عليها، المعاني اتفق عليها، الصفات المعنوية السبعة المعنوية كمالة للثلاثة عشر حتى تصبح 20 صفة هي ما اختلفوا فيه، فبعضهم أثبتها وبعضهم لم يثبتها. وما هي الصفات المعنوية؟ نحن نقول الله قادر، هذه صفة معاني، القدرة صفة معاني. الصفة المعنوية كونه قادرا، الله عالم، كونه هذه الصفات، يعني نفس السبع صفات ولكن نقول كونه قادرا، كونه مريدا إلى آخره، تسمى صفات معنوية، لذلك لم يثبتها الكل وقالوا هي هي، يعني لها تفصيل طويل ليس مجال ذكره هنا. طيب، الصفات النفسية، تفضل بقراءة البيت. ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبره. نعم، تحدثنا المرة الماضية عن الأثر والمؤثر، وقلنا أن الأثر أن كل صنعة تدل على الصانع، والأثر أي العلامة
العلامة، الأثر العلامة، العلامة التي تدل على المؤثر، العلامة التي تدل على الصالح. تمام، شرحت هذا المرة الماضية، تفضل. وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية. ذي تسمى، أي هذه تسمى صفة نفسية، ما هي؟ الوجود الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في البيت السابق. الوجود، الوجود هو نفس الذات، وقلنا هذا بالتفصيل المرة الماضية، نجمله الآن. يعني صفة الوجود غير معللة بعلة، غير معللة بعلة أي ليس لها سبب، العلة السبب، صفة الوجود ليس لها سبب، غير معللة بعلة، ولا مرتبطة بصفة أخرى، ولا مرتبطة بصفة أخرى. الوجود عين الذات، وهي واجبة لله تعالى، فالله واجب الوجود، ولا تدل على معنى زائد على الذات. يعني لا يوجد ذات ووجود، هي الذات نفس الذات هي الوجود، فالوجود عين الذات، فالوجود نفس الذات. تمام. ثم تحدث الشيخ رحمه الله تعالى عن الصفات السلبية، تفضل اقرأ الصفات السلبية. وهي القدم بالذات فاعلم والبقاء قيامه بنفسه نلت التقى. نعم، الصفات السلبية نقصد بقولنا صفات سلبية أي سلب ضدها عن موصوفها، أو سلب الضد عن الموصوف، سلب الضد يعني ضد هذه الصفة عن الموصوف، يعني صفة سلبية. ما تعني صفة سلبية؟ أي سلب ضد هذه الصفة عن الموصوف بها. نحن نتكلم الآن عن الله سبحانه وتعالى، فالصفة السلبية في حق الله أي سلب. سلب، ما معنى كلمة سلب؟ سلب، نعم، يعني معناها، يعني نقول عدم، عدم الوجود. تمام، سلب، سلب ضد هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى المتصف بهذه الصفة. ونستخدم في الصفات السلبية كلمة عدم، لا، ليس، هذه هي التعبيرات السالبة، نقول لا. إذا قلنا مثلا الله قديم لا حادث، الله قديم يعني سلب الأولية، أي عدم الأولية لوجوده، عدم الأولية لوجوده، هذه صفات السلب. وشرحنا المرة الماضية صفات السلب، ولكن سنجملها ونلخص ما قلنا. طيب، صفات السلب تدل على السلب، الضد. طب وصفات المعاني، ما معنى كلمة صفة معنى؟ صفات المعاني تدل على معنى يقوم بالذات، يعني لو قلنا مثلا الله قادر، يبقى هنا مقصود بها معنى، المعنى هو ماذا؟ القدر، معنى القدرة، وهو أمر موجود قام بذات الله تعالى، ليس هو عين الذات، ليس هو عين الذات. تمام، ماذا تعني هذه الكلمة؟ يعني دل الوصف بالقدرة على ذات موجودة، يبقى لابد من وجود ذات أولا، ونصف هذه الذات بأمر موجود وهو القدرة. إنما الوجود هو نفس الذات، يعني إذا قلت الله موجود، هو لا، يعني لا نصف الله إلا بالوجود، هو نفسه. تمام، لكن لو قلت الله عالم، يبقى لابد من وجود ذات أولا ثم نصف الذات. لكن في صفة الوجود لا يمكن أن أقول الله موجود أولا ثم نصف الذات بالوجود، ما هي الذات معنى الوجود، ما هو وجود يعني ذات يعني وجود، هي قائمة بنفسها، ذات يعني وجود. لذلك يقولون الذات، الوجود عين الذات، يعني ذات يعني وجود. أول ما أقول ذات ماذا يحدث في عقلي؟ ذات وجود. إذا لو لم يكن وجود لا أقول ذات، يعني هل يمكن أن يكون عدم وأقول ذات؟ ما هو عدم، عدم، لكن أول ما أقول ذات وجود، ذات وجود. تمام، لكن لو قلت قادر، يعني ذات قادرة، ذات قادرة، لابد من وجود ذات تقدر، وقد تكون هناك ذات لا تقدر. تمام، لكن لا يمكن أن يكون ذات موجودة وذات غير موجودة، هي مدام ذات هي موجودة. طيب،
يبقى الصفات المعاني صفات تدل على معنى يقوم بالذات، يبقى توجد ذات وهذه الصفة تقوم بالذات، يعني الله قادر يعني يوجد قدرة، تمام، دل الوصف القدرة بالقدرة على ذات موجودة وموصوفة بالقدرة، يبقى أمر موجود. إذن كلمة قادر تدل على ماذا؟ ذات وصفة، ذات وصفة. طيب كلمة موجود، الله موجود، تدل على ماذا؟ ذات. طيب الله عالم، ذات وصفة العلم. طيب هذه هي صفات المعاني. أما صفات المعنوية التي اختلف فيها البعض، لم يثبتها كل العلماء، فهي صفات تثبت لموصوفها، يعني صفات من هو الموصوف هنا؟ الله سبحانه وتعالى، فهي صفات تثبت لله سبحانه وتعالى ولكن تابعة لثبوت صفة أخرى لذلك الموصوف. يعني مثلا نقول مثلا الله قادر، هذه صفة معنى، تمام، لكن لو قلنا كونه قادرا يعني تبع هذه كونه قادرا أي تبع للقدرة التي وصفنا بها الله، لذلك لم يعني يثبتها كل العلماء، لأن يقولون ما الفرق، تمام، لو قلنا الله قادر أثبتنا صفة لله سبحانه وتعالى، لكن صفة المعنوية هي صفة تثبت تبعا لثبوت صفة أخرى، يعني لابد أن نثبت أولا القدرة ثم نقول كونه قادر، تمام، لذلك اختلف العلماء، وهذه لم يذكرها الإمام الدردير في نظمه. نعود إلى الصفات النفسية، نقول الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. ما معنى واجب؟ أي لا تصور العدم فيه، إذن واجب الوجود أي لا يتصور، لا تعقل الذات بدون الوجود، لذلك هو واجب الوجود. واجب أي لا تعقل الذات بدون الوجود. ونقول على هذه الصفة النفسية صفة ذاتية، ذات الله سبحانه وتعالى، أو نفسية يعني هي نفس، أو صفة ثبوتية يعني يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد. يبقى صفة الوجود هي نفس الذات لا تزيد وصفا آخر. الله موجود، لا نفهم إلا الوجود الإلهي، لا شيء غير ذلك، بخلاف الله قادر. نفهم من الله قادر ماذا؟ الله قادر نفهم منها وجود ذات ووجود قدر، تمام؟ يبقى يعني نضع هذا في عقولنا، الوجود عين الذات، وجود الله وجود ذاتي ليس بأحد، وجود ذاتي. الصفات السلبية، هذه الصفات النفسية، ننتقل الآن إلى الصفات السلبية. فهمنا الصفات النفسية، يعني أنا عدت شرح المرة الماضية، الصفات النفسية هي صفة واحدة، صفة الوجود، تمام؟ طيب نتكلم عن الصفات السلبية. السلب أي سلب الضد عن الموصوف، سلب الضد الصفة عن الموصوف وهو الله، سلب ضد هذه الصفة، ضد القدم، سلب ضد القدم عن الله، فالله لا يتصف بضد القدم، يعني الله لا يتصف بضد هذه الصفة. القدم سلب الأولية، ما معنى كلمة الأولية؟ يعني الله لا أولية لوجوده. كيف نفهم هذا والله سبحانه وتعالى يقول هو الأول؟ نعم هو الأول، لكن لا أول لوجوده، يعني أول بلا ابتداء، ليس له أول، لا بداية، يعني معناها لا بداية لوجوده، يعني لا تقول ابتدأ وجود الله، لا بداية لوجوده. متى كان الله أولا؟ لا أول لوجوده، هذا هو المعنى، لا أولية لوجوده، أي نسلب عن عقولنا صفة الابتداء الأولية، لا أول لوجوده، لا ابتداء لوجوده. الله موجود، الله موجود بدون ابتداء، بدون أولية، عدم الأولية، عدم الابتداء. وإلا لو قلت متى، إذن
ستتحدث عن ماذا؟ عن زمن. والله خلق الزمن، الله خلق الزمن، فالله موجود قبل أن يوجد الوجود، وقبل أن يوجد كل ما في الوجود من زمن ومكان إلى آخره. تمام؟ طب عدم الاتصاف بها، لذلك يقولون صفة سلبية، يعني إذا عدم الاتصاف بها، إذا لم نصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة السلبية، إذا لم نصف الله تعالى بهذه الصفة السلبية يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى ماذا؟ إلى المستحيل. لذلك نقول سلب الضد، لأن إذا لم أسلب الضد عن الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى المستحيل. يبقى عدم الاتصاف بهذه الصفة يؤدي إلى الحدوث، يؤدي إلى الحدوث. لو لم نصف الله سبحانه وتعالى بالقدم، لو لم نصف الله بالقدم، إذن هو سيكون متصف بماذا؟ بالحدوث، بالحدوث. لو لم نصف الله بالبقاء سيكون متصف بماذا؟ بالزوال. يبقى نحن نسلب الضد، نسلب الزوال، تمام؟ نسلب الحدوث. إذا لم نصف الله سبحانه وتعالى بالمخالفة للحوادث، إذن سيكون متصفا بماذا؟ للمشابه، نسلب عن الله المشابه. إذا لم نصف الله سبحانه وتعالى بالقيام بالذات، قيام بالذات يعني لا يحتاج إلى أحد، إذا لم نسلب هذا الضد أنه يحتاج، إذن لكان محتاجا لأحد، إذن عاجز. من يحتاج لأحد افتقر، يعني هو عاجز أن يفعل هذا بنفسه. تمام؟ طيب لو وصفنا الله سبحانه وتعالى، لو لم نسلب عن الله ضد الوحدانية، ما هو ضد الوحدانية؟ الضد، التعدد، المشاركة، التشريك. إذا لو لم نسلب ضد الوحدانية لاتصف الله بالتعدد وبالتشريك تعالى سبحانه وتعالى عن ذلك تعالى علوا كبيرا. يبقى لهذا تسمى صفة سلب. يعني نكرر هذه الألفاظ كثيرا لكن لا نستطيع أن نفهم لماذا يقول العلماء سلب، صح؟ يعني فهمنا الآن لماذا يقول سلب. سلب بمعنى لو لم تسلب، يعني نقول لك انتبه، لو لم تسلب الضد لاتصف الله سبحانه وتعالى بالمستحيل. فتنبه يعني، ودائما ضع في هذا في عقلك أن الله سبحانه وتعالى ضد هذه الصفات أبدا لا يتصف الله بها، ضد، نسلب الضد عن الله سبحانه وتعالى، وإلا لأصبح يعني هذا لو لم نسلب أدى إلى المستحيل، لو لم نسلب ضد الوحدانية لأدى إلى المستحيل وهو التعدد، الشرك. تمام؟ لو لم نسلب ضد البقاء لأدى إلى المستحيل وهو الزوال، زوال الواجب، والواجب الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. يقول الله سبحانه وتعالى يبقى الواجب ما هو؟ الذي لا يقبل، كما تكلمنا عنه في الأقسام الحكم العقلي، لا يقبل الانتفاء. الانتفاء، انتفاء يعني ماذا؟ العدم، الزوال، لا يقبل، واجب لا يقبل الزوال أبدا، لا في البداية ولا في النهاية، لأنه لا بداية له ولا نهاية له، هو واجب وجود، يعني وجوده أبدي أزلي، لا ينتهي، لا يزول، لا يفنى، لا يعدم. تمام؟ هذا هو واجب الوجود الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد واجب وجود إلا الله سبحانه وتعالى، فلا نقول على شيء أبدا أبدا، واجب الوجود إلا الله. تمام؟ هذا أثبتناه يعني عن طريق الخريدة، بالدليل العقلي، عن طريق أقسام الحكم العقلي، وبالدليل النقلي موجود في القرآن والسنة. تمام؟ فإذا لا يوجد أبدا هذا يطلق على أحد إلا الله، واجب الوجود هو الأول والآخر، يعني لا قبله ولا بعده. طيب وكما قلنا، طيب ما الدليل على القدم؟ تكلمنا عنه، قلنا لو كان قديما، لو لم يكن قديما، لو لم يكن قديما لكان حادثا، ولو كان حادثا افتقر إلى محدث، ولو افتقر إلى محدث لافتقر المحدث إلى محدث، وهذا يؤدي إلى الدور والتسلسل. تمام؟ البيت الذي بعده، يعني أريد منكم من لم يفهم لفظ، يعني أنا أعرف يعني طلاب كثير وخصوصا طلاب الأزهر تحفظون كثير من هذه المصطلحات، تحفظون الكثير من هذه العبارات، لكن البعض يشكو أنه لا يستطيع أن يفهمها بدقة،
يعني ما معنى هذا؟ يعني أنا نفهم أن السلب ضد كذا، ولكن ما هذا بالتحديد يعني حتى نفهم؟ فأرجو من جميع الموجودين من الطلاب والطالبات، اسألوا اسألوا عن كل ما يشغل أذهانكم، تمام؟ لا يعني أبدا لا تستحوا من السؤال، لا حياء في فهم الدين والعلم، فاسأل واطلب مني أن أكرر وأكرر وأكرر، لا شيء في ذلك ولا حرج أبدا عليكم. حتى الله سبحانه وتعالى يعني في القرآن الكريم سبحانه وتعالى كان يعني يخبرنا مرة ثم في مرة في آية أخرى وفي آية أخرى وفي آية أخرى وفي آية أخرى، لم يخبرنا بشيء مرة واحدة. يعني هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يتكلم الكلمة ثم يكررها ثلاثا حتى يفهم أصحابه، فاسألوا ما شئتم. طيب البيت الذي بعده، تفرغ للغير وحدانية. لا لا لا، البقاء، ما زلنا في البقاء. بقاء، اقرأ البيت الذي فيه البقاء. وهي الكلم بالذات فاعلم والبقاء والبقاء. نعم، البقاء قلنا صفة سلبية، أي أن وجود الله، أن وجود الله لا نهاية له، باق لا يعتريه زوال. لا يعتريه زوال يعني لا يحدث له أبدا زوال ولا عدم ولا فناء. الزوال يتنافى مع وجوب الوجود والقدم الذاتي، يعني الله سبحانه وتعالى استحام عدو. وهذا ما أجبنا عنه المرة الماضية لو تذكرون، السؤال إذا سألك سائل وقال هل يمكن لله، بأن الله قادر سبحانه وتعالى، هل يمكن لله أن يفني نفسه؟ فقلنا هذا من الايه، من السؤال أصلا فيه مخالفة، فيه خطأ منطقي، لأن واجب الوجود لا يفنى، فكيف نجمع بين نقيضين هنا؟ يبقى الصفة السلبية هي سلب ماذا عن الله؟ سلب الزوال، سلب العدم، سلب الآخرية. يعني إذا قلنا الألفاظ، ألفاظ السلب لا عدم، نعم، طيب لا آخرة لوجوده، تمام. ثم بعد ذلك القيام بالنفس، وقيامه بنفسه. طيب قيام بالنفس يعني الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لحد. هنا نسلب ماذا عن الله سبحانه وتعالى؟ نسلب الافتقار، أي الاحتياج. يبقى القيام بالنفس سلب الافتقار، عدم الاحتياج، لا يحتاج إلى أحد. ونقول هنا بسلب الافتقار أن الله سبحانه وتعالى لا يفتقر، أي لا يحتاج إلى المحل، أي إلى المكان، وشرحنا هذا بالتفصيل المرة الماضية، ولا إلى المخصص، أي الفاعل يعني الموجد المؤثر. لا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى سواه، ليس مفتقرا، لا يحتاج، ليس من صفات السلب، ليس مفتقرا إلى سواه، عدم الافتقار إلى سواه، تمام سبحانه وتعالى. طب الدليل، ما هو الدليل العقلي؟ لو كان الله محتاجا لأدى ذلك إلى العجز، نعم، والنقص، إذن لما كان قديما ولما كان واجب الوجود. طيب ثم بعد ذلك صفة، وقيامه بالنفس نلت، نعم نلت، أي أدركت، حرست، أدركت التقى. التقى أي يعني وصلت إليها، نلت يعني حصلت، أدركت التقى أي التقوى. فالتقوى والتقى بمعنى واحد، والتقى من الوقاية، التقى أي وقى، التقى أي اتخذ وقاية من أن يقي نفسه. ما معنى كلمة وقاية؟ أي يحول بينه وبين ما يخاف. التقوى أي الوقاية، اتخاذ وقاية أي ما يقي، ما يقي الشخص أي يحميه، يحول بينه وبين ما يخاف. إن كنت تخاف النار فاتقوا النار، اتقوا النار أي اجعلوا وقاية، اجعلوا حماية، اجعلوا ما يحول بينكم وبين النار. إن كنت تخاف المعاصي فاتقي المعاصي، أي اجعل بينك وبين المعاصي ما يحول، ما يقيك، ما يحميك، ما يحول بينك وبين المعاصي.
اتق الله، أي أن تخاف من عذاب الله، فضع بينك وبين ما بينك شيء يحول بينك وبين عذاب الله، يعني قي نفسك من عذاب الله سبحانه وتعالى. فاتقوا النار، اتقوا المعاصي، اتقوا، اتقي أي ضع وقاية حماية شيئا يحول بينك وبين ما تخاف. أنت تخاف من عذاب الله، اتق الله، تخاف من النار، اتق النار، تخاف من المعاصي، اتق المعاصي، ضع لك وقاية منها. ثم بعد ذلك البيت الذي يليه، تخالف للغير وحدانية. نعم، هنا المخالفة، تخالف أي المخالفة للحوادث، يعني الله سبحانه وتعالى نسلب عنهم سلب المشابهة، سلبهم عدم التشابه بينه وبين مخلوقاته. الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا، هو لا يشبه شيئا من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه، يعني لا أحد يشبه الله سبحانه وتعالى، ولا الله يشبه أحد، ولا الله يشبه أحدا. يبقى عدم التشابه بين وبين مخلوقاته، عدم التشابه بين الله والحوادث، جميع الحوادث. يبقى هنا نسلب المخالفة، ما معنى المخالفة؟ يعني سلب المخالفة أي سلب الشبه للحوادث سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ليس بجوهر ولا عرض، الجوهر هو الذي يقوم بنفسه والعرض لا يقوم. نعم، مثل مثلا قلت اللون مثلا أو الطول أو القصر، ولا الله ليس بجسم ولا متحرك ولا ساكن، يعني لا يمكن أن تصف الله تقول أنه متحرك، لماذا؟ الحوادث متحركة، لا نصف الله بمثل ما يتصف، ولا ساكن، ولا يوصف بالكبر ولا بالصغر ولا بالقوة ولا بالضعف ولا بالفوقية ولا بالتحتية ولا بالحلول في الأماكن. الحلول يعني السريان، السريان في الأماكن، يكون موجود في مكان، موجود كيف؟ يعني كيف في مكان؟ في هنا للظرفية، يعني كيف يشمله، كيف يحيط بالله سبحانه وتعالى المكان، يعني الله سبحانه وتعالى خلق المكان، الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء، ولا بالاتحاد أن يكون متحدا، ولا بالاتصال متصلا بشيء، لا يكون متصلا بشيء، ولا متصل بالحوادث، ولا متصل بالعالم، ولا منفصلا عنه، لا متصل ولا منفصل، ولا بالمماسة، تعلمون المماسة؟ هكذا يعني المماسة، ولا اليمين ولا الشمال ولا بالخلف ولا بالأمام. الله سبحانه وتعالى مخالف لجميع الحوادث، مخالف لكل ذلك. لو كان الله الدليل، لو كان الله سبحانه وتعالى مماثلا للحوادث لوجب له ما وجب لها، وجب للحوادث ما يجب ما وجب لله ما وجب للحوادث، والحوادث وجب لها الافتقار، الحوادث مفتقرة، مفتقرة إلى موجد، مفتقرة إلى مؤثر. والله سبحانه وتعالى مخالف للحوادث، وطبعا شرحنا من قبل ودللنا أن الله سبحانه وتعالى غير مفتقر، وهذا محال على الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك صفة بالذات أو صفاته العلية والفعل. قبلها في صفة بعد مخالفة الحوادث الوحدانية. صفة الوحدانية هذه من أهم الصفات، أهم الصفات. لماذا؟ لأن به يعني كفر الكافرون بهذه الصفة. الوحدانية سلب، صفة سلب، تمام؟ سلب ماذا؟ سلب التعدد، سلب الكثرة، سلب التعدد في ماذا؟ التعدد في ماذا؟ في الذات والصفات والأفعال. كيف؟ سلب الوحدانية، سلب التعدد، لا شريك له، عدم الشريك، ليس له شريك، ألفاظ السلب، تمام؟ لا، عدم، ليس، سلب. لا تعدد في الآلهة، يعني ماذا يعني هذا؟ لا تعدد في الآلهة، ليس هناك ذات تشبه ذات الله سبحانه وتعالى، لا تعدد في الآلهة، ولا تركيب في الذات الإلهية. الله سبحانه وتعالى ليس مركب من أجزاء، ليس مركب، يعني نقول مثلا الإنسان يد وعين ووجه، فهذا كله يسمى الإنسان، تمام؟ أما الله سبحانه وتعالى يعني جزء واحد، يعني ذراع فقط، لا يسمى إنسانا، يعني لو الذراع وحده لا نقول هذا إنسان، لكن لكي تقول إنسان أن يكون هكذا، تمام؟ الله سبحانه وتعالى ليس مركب من أجزاء، ومخالف لكل ذلك، لا وارد له
ولا ولد، لا يحل في شيء، يحل في شيء يعني يكون موجودا فيه، يدخل فيه، يسري فيه، ولا يتحد مع شيء ولا يترك. واحد، هذا واحد في الذات، تمام. طب واحد في الصفات، يعني لا تعدد في صفة من صفات الله سبحانه. يعني الله سبحانه وتعالى ليس له قدرتين، ليس لله قدرتين، ليس لله قدرتين، هي قدرة واحدة. طب لماذا ليس له قدرتين؟ يعني مثلا نقول الله سبحانه وتعالى له قدرة على خلق الإنسان، وله قدرة أخرى على خلق الحيوان، وله قدرة على خلق السماوات، وله قدرة على، لماذا لا تتعدد القدرات؟ لماذا لا نقول هذا؟ لماذا نقول الله لا تتعدد صفاته؟ الله له قدرة واحدة، له إرادة واحدة، لماذا؟ هذا هو الفرق بين من يحفظ الكلام حفظا ومن يفهمه، يعني الفرق شاسع. يعني أنت تقول أنت ستذهب إلى بلادك إن شاء الله، أو من منكم هنا من المصريين، طيب أنت تقول للناس حين تعلمهم العقيدة الله سبحانه وتعالى له لا تعدد في صفاته، الوحدانية، أي وحدانية في الصفات لا تعدد. فالله سبحانه وتعالى ليس له مثلا صفة القدرة، ليس له قدرتين، هي قدرة واحدة. فأسألك سائل، يقول لماذا؟ لماذا أنا أقول له قدرة على خلق السمك، وقدرة على خلق البحر، وقدرة على خلق الهواء، لماذا؟ لو أنت تحفظ حفظا ماذا يحدث لك؟ ما يحدث الآن؟ الابتسامة مع الصمت. لو تفهم تجيب. أنا سأجيب إن شاء الله تعالى، ولكن هذا ينبهنا إلى شيء خطير جدا. كيف تتناقش مع من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ يعني معك دكتوراه في العقيدة، دكتوراه، ثم يسألك سائل، هذا سؤال بسيط جدا تافه، يعني كيف ترد عليه ومعك دكتوراه تذهب يعني تتحدث الناس؟ طيب مسلم، مسلم ويسألك هذا السؤال، لا يفهم في العقيدة، من العوام، وسمع هذا الكلام فيقول لك يا شيخ عندي سؤال، يقولون كذا وكذا، لماذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى له القدرة أن يفعل كذا، وله القدرة أن يفعل، وله قدرة، وله قدرة، لماذا يقولون قدرة واحدة؟ أنا أرى، أنا أعظم الله، فأرى أن الله سبحانه وتعالى له قدرات متناهية. أما ممكن الإنسان له قدرة واحدة لكن الله له قدرات متناهية، فكيف ترد على هذا؟ يعني هذا مهم جدا. يعني فهمتم أهمية الفهم العقيدة وليس حفظ العقيدة؟ مهم كلمة، لا تستطيع أن ترد، سيهدم لك كل ما تقوله عن أهمية العقيدة، والعقيدة أنها ترسخ الإيمان وتثبت، سيهدم لك كل هذا بسؤال بسيط، فهمتم؟ طيب. لذلك لا تمرروا الكلام على العقول، يعني تمرروه مرورا كريما هكذا، يعني يمر فقط، لا، حاول أن تدخل الكلام وتفهمه فهما دقيقا، وتقول لا بد أن تسأل كيف، لماذا، لماذا نقول هذا، كيف يكون، تمام، لا بد أن تعرف هذا، أنت معد لأن تكون عالما بإذن الله تعالى، وإن لم تكن عالما فأنت من طلاب العلم يسألونك، لأن الله سبحانه وتعالى كل صفة له، كل صفة هي الكمال المطلق، والكمال المطلق لا يتعدد. فالله سبحانه وتعالى صفاته كل صفة هي كمال مطلق لله تعالى، والكمال المطلق لا يتعدد، الكمال المطلق لا يتعدد، هي قدرة واحدة، بقدرة واحدة يخلق الله سبحانه وتعالى كل شيء، ليس بقدرات، يعني اليوم يخلق بهذه القدرة هذه، وبقدرة أخرى، وبقدرة أخرى لا تتعدد صفات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سميع، سنأتي لصفات السمع، لا تتعدد الصفات، يعني سمع لكل البشر، لو تكلم كل المخلوقات، ليس البشر، لو تكلم كل المخلوقات على، يعني كل المخلوقات في آن واحد لسمع الله ذلك بسمع واحد، بسمع واحد. فحين تقول كيف، فأنا لا أستطيع أن أسمع الكل، من يكون في المغرب ويكون في مصر ويكون في تونس ويكون في أمريكا، كيف أنا أسمع كل هذا في وقت واحد؟ نقول لك إذن أنت من الحوادث،
الله سبحانه وتعالى بخلافك. هذا دليل. إذن الله سبحانه وتعالى ليس عنده تعدد في السمع، هي صفة واحدة، صفة السمع، لذلك هو مخالف لك، أنت لا تستطيع. كيف تسمع هذا؟ تحتاج مرة لهذا ومرة لهذا ومرة لهذا. الله سبحانه وتعالى صفاته صفات كمال مطلق. ما معنى مطلق؟ اتفقنا على أن لا نمرر الألفاظ مرورا. ما معنى كمال مطلق؟ كمال مطلق، نعم، أحسنتي أحسنتي، لا حد له، لا حد له، لا حد له، يعني فوق الإدراك. كمالات الله فوق الإدراك. الله سبحانه وتعالى لا هي لا يعني تقول يسمع الكل في وقت واحد، تمام، يبصر الكل في وقت واحد، ولو أراد أن يخلق العالم كله في لحظة واحدة لفعل، فهو له كمال مطلق وقدرة مطلقة. هذه ما نقولها طلاقة القدرة، يفعل ما يريد كيفما يريد. يبقى تعدد الصفات، أن الصفات لا تتعدد، هي الصفة لا تتعدد، لا نقول قدرتين، لا نقول إرادتين، كل صفة هي الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، والكمال المطلق لا يتعدد. فلا تشابه بين صفات الله وصفات العبد، لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فالله منزه عن كل مشابهة. واحد في أفعاله، في أفعاله يعني لا يقبل المساعدة أو المشاركة أو المساندة، كل ما في الكون من آثار قدرة الله وحده، من آثار قدرته وحده، لم يساعده أحد، يعني لم يساعده أحد في هذا. فالله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يجحد، سبحانه وتعالى يذكر فلا ينسى. الأمر كله لله. لو علمنا يعني ما نتحدث به في العقيدة وفهمنا بقلوبنا قبل عقولنا لعظمنا الله، ولم ما استطعنا، وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. طيب، اختصاص العبادة لله وحده، هذا معنى الوحدانية في الأفعال، يعني اختصاص العبادة لله وحده، لا يستعان إلا بالله، نوحد الله سبحانه وتعالى فيها، لا يتوكل إلا على الله، لأن يعني توحيد في الأفعال، لا يفعل إلا الله، لا يفعل إلا، لا أحد يفعل مع الله، لا أحد يفعل شيئا مع الله. فإن استعنت استعن بالله، لن يستطيع أن يحقق لك ما تريد. الله، ولا مخلوق على وجه الأرض أو في غير الأرض يستطيع أن يحقق ذلك. إذا نختص الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يدعى إلا الله. يقول العلامة الصاوي في شرح الخريدة في هذه الصفة، صفة الوحدانية، هذه الصفة يقول عنها من أهم الصفات، ولذلك سمى الوحدانية صفة الوحدانية، لذلك سمى علم التوحيد لهذه الصفة. ويقول، ولا أدري يعني صحة القول، هذا قول العلامة الصاوي رحمه الله تعالى من الأعلام يعني في الزمن الماضي، يقول هذه الصفة الوحدانية لم يكفر بضدها. ما هي ضد صفة الوحدانية؟ الشرك. لم يكفر بها إلا بعض الإنس. يقول أما الجن، كل الجن، فلا يعتقدون الشرك في الله سبحانه وتعالى. يقولون كفر الجن، يعني الجن الكافر يكفر ولكن بغير شرك، بأمور أخرى. فهذه الصفة يعني أهم الصفات. طيب، دليل اتصاف الله بالوحدانية، هذا هو مهم جدا، وانتبهوا انتبهوا، يعني لا تناموا، هذا دليل عقلي مهم، يسمى دليل التوارد ودليل التمانع. التوارد أي الاتفاق، دليل التمانع أي الاختلاف. ما الدليل على وحدانية الله؟ بدليلي التوارد والتمانع، أي الاتفاق والاختلاف. طيب، وعمدة شرح هذين الدليلين هي الآية الكريمة في سورة الأنبياء، آية رقم 22، لو كان فيهما، أحسن، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون.
هذا دليل، هو ورد في القرآن فنقول عنه دليل نقلي، مظبوط، ولكنه دليل عقلي أيضا، فهو دليل نقلي وعقلي، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبهم هنا بالعقل. كيف نقول دليل التوارد؟ أولا التوارد معناها الاتفاق، انتبه لما أقول. لو فرض إلهان فهو فرض وجود إلهين، تمام، ومستجمعين لصفات الألوهية، يعني كل إله إله كل صفات الألوهية حيث القدرة والإرادة والعلم إلى آخره، إما يتفق أو يختلف، يعني وجود إلهين في وقت واحد إما يتفق أو يختلف. طيب لو اتفق، نقول أنهم اتفق مثلا على وجود شيء ما استقلالا، يعني استقلالا يعني كل واحد مستقل بوجوده، مثلا الإله الأول يقول أنا سأوجد هذا الماوس مثلا أو هذا القلم، والإله الآخر يقول أنا سأوجد هذا القلم، اتفقوا أن كل إله وحده مستقل سيوجد هذا القلم في نفس اللحظة، في نفس اللحظة، نقول هذا باطل. هذا باطل، لماذا؟ اجتماع مؤثرين على أثر واحد باطل. يبقى لو اتفق على إيجاد شيء ما استقلالا في نفس اللحظة باطل، فهمت هذا؟ باطل. طيب لا، ليس في نفس اللحظة، اتفق على إيجاد شيء ما استقلالا، استقلالا كل واحد مستقل بذاته، كل إله يعني له صفات الإله، لكن واحد بعد الآخر، فالإله الأول يقول أنا أوجدت هذا، أحسنت، والإله بعد فترة يقول أنا أوجدت هذا، هذا باطل. لماذا؟ لأن الأثر قد وجد بالفعل من الإله الأول، فالإله الثاني ماذا فعل؟ تحصيل حاصل، ما هو موجود، أوجده الأول. طيب الثالثة، اتفق على تقسيم العمل، يعني يقول الإله الأول أنا سأوجد نصفه وأنت توجد نصفه، هذا باطل. لماذا؟ لأنه نقص وافتقار وعجز، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لماذا تقسمون العمل؟ يبقى دليل التوارد اللي هو الاتفاق، لو اتفق يبقى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسدتا لو اتفق. طيب اختلف، دليل التمانع، دليل التمانع، يعني في القرآن هنا دليل نقلي وعقلي هذه الآية، دليل التمانع، اختلف. طيب اختلف مثلا، يقول الإله الأول أنا أريد أن أوجد هذا، والإله الثاني يقول أنا لا أريد أن يكون موجود، لا يقول موجود، الإله الثاني معدوم باطل، كيف يصبح الشيء موجودا ومعدوما في آن واحد؟ طبعا هذا مستحيل عقلا، لا يمكن، لو موجود لو يبقى إذن لو كل إله نفذ مراده، يعني لو كل إله فعل ما يريد باطل مستحيل، هذا يقول كن وهذا يقول لا باطل في نفس لا باطل. يبقى إذن لو نفذت يعني لو فعل ما أراد معا مستحيل، يبقى هذا جمع بين النقيضين. طيب نقول لا هذا ولا ذاك، يعني هذا قال للقلم كن وهذا قال له لا تكن، فالقلم هنا لم ينفذ مرادهما معا، يعني مثلا هذا قال له كن فلم يكن، لم ينفذ مراده، عجز، يعني الاثنان لم ينفذ ما أراده الاثنان معا، تمام، يعني مثلا هذا القلم قالوا له مثلا واحد قال له تحول إلى اللون الأزرق وأخضر، والثاني قال له تحول إلى اللون الأسود، فلم يحدث المراد، إذن لم يحدث مرادهما معا، يبقى باطل لأنه عجز ونقص، ولو حدث معا مستحيل، جمع بين النقيضين، يعني لو حدث معا مستحيل، ولو لم يحدث المرادان عجز ونقص، هذا مستحيل على الإله أيضا. طيب الثالثة، الإله الأول قال له كن، والإله الثاني قال له لا تكن، فوجد القلم، يبقى إذن مراد من؟
الإله الأول والثاني عاجز، يبقى لا يكون إلها. أو العكس، يبقى لو واحد نفذ مراد أحد الآلهة لا اتصف الثاني بعدم القدرة، اتصف الثاني بالعكس. يبقى لو كان فيهما آلهة غير الله، إما أن يكون واحد منهم عاجز فليس بإله، الإله ليس عاجز، تمام، واحد منهم عاجز. وإما أن يحدث المستحيل ولا يحدث المستحيل. فهمتم؟ يعني لو كان فيه مال. لذلك الله سبحانه وتعالى خاطب المشركين بالدليل العقلي كثيرا في القرآن، يعبدون إيه؟ ما لا يسمع ولا ينفع ولا يضر. طيب أنت الإله عاجز، هذا إله عاجز، ولا يوجد إلا إله واحد. تقولون كانوا يقولون بتعدد الآلهة المشركين، يعني كانوا يعترفون بوجود الله. المشركين كانوا يعترفون، هو مشرك لماذا؟ هو يقول يوجد الله ويوجد آلهة أخرى، فلذلك هو مش ليس ينفي وجود الإله، ليس ملحدا يقول لا خالق، لا، يقول الله موجود. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، المشركين، مشرك يعني يقول أن الله موجود ويوجد معه آلهة أخرى نعبده. فكانوا يعبدون الأصنام، تمام، لكن يقولون الله موجود. ولئن سألتهم من خلق الله ليقولون الله، إذا الله موجود. والإله الثاني موجود، يقول لهم هذا محال، محال أن يوجد إلهان بنفس بصفات الألوهية. يبقى هذا الله سبحانه وتعالى إله، وما تعبدون ليس بإله، لأن ليس فيه صفات الألوهية مثلا كالعجز والنقص إلى آخره. يبقى هذا هو دليل الوحدانية، دليلي التوارد أي الاتفاق، أو والتبانع أي الاختلاف. تفضل. لا طبعا اسأل يا ريت. أحسنت، اجتماع مؤثرين على أثر واحد. السؤال، ما المراد باجتماع مؤثرين على أثر واحد؟ من هو المؤثر؟ المؤثر الذي يؤثر في الفعل، يعني ببساطة يصنعه، يصنعه، تمام. الله سبحانه وتعالى هو الصانع للكون، فالله هو المؤثر، تمام، المؤثر. وما هو الأثر؟ الكون، هذا هو الأثر، يعني الصنعة. طيب لو قلت أن لو أنت قلت مثلا إن الإلهين معا أوجدا هذا القلم، الإله هو المؤثر في الفعل، يعني هو الذي يفعل الفعل، المؤثر يعني يفعل الفعل، يصنع. فكيف يجتمع صانعان بنفس اللحظة على صنع نفس الشيء؟ يبقى لا يجتمع مؤثران، يعني صانعان، لا يجتمع مؤثران على مؤثر مصنوع، لا يجتمع مؤثرين على شيء واحد، تمام، بنفس اللحظة. فهمت هذا؟ أيوه، هذا ما أريد أن تسأل عن الألفاظ التي لا تفهمها، لا تمررها، لأنه سألك أحد ما معنى لا يجتمع، أنت تحفظ هذا حفظا، لا يجتمع مؤثران، طب ما معنى هذا؟ ما معنى مؤثر؟ أسألك، يجب أن تعرف. أحسنت. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحانه وتعالى دليل الوحدانية من أهم الصفات. وبهذا نكون قد شرحنا، لم ننتهي بعد، قد شرحنا الصفة النفسية والصفات السلبية الخمسة. إذا علمنا هذه الصفات لله تعالى فعلم أن التأثير، ما معنى التأثير؟ التأثير لله، ما معنى التأثير؟ نعم، الاختراع، الإيجاد، التأثير أي الإيجاد، الخلق، يعني كل هذا ما اسمك؟ بخري، يا شيخ بخري. يبقى التأثير معناها الإيجاد، الخلق، الاختراع. يبقى المؤثر أي الموجد، الخالق، تمام؟ يعني أن التأثير أي الإيجاد والخلق للأشياء لا يكون أبدا إلا لله الواحد القهار. قهار لماذا؟ قهر عباده، قهرهم على ما أراد هو سبحانه وتعالى، فلا تأثير لقدرة المخلوقات،
هنا إشكال كبير، لا تأثير لقدرة المخلوقات مهما كان هذا المخلوق، لا تأثير لقدرته، إنما التأثير أي الإيجاد الخلق. لا يكون يعني أضرب مثلا بالمخلوقات غير الإنسان ثم أعود للإنسان، فالإنسان هنا الإشكال الكبير في قضية الإنسان. النار والإحراق، تمام؟ تأثير النار على الشيء المحروق لا يكون بالنار، لأن النار ليست هي المؤثر. ما معنى المؤثر؟ الخالق للإحراق، الموجد للإحراق، ليست النار هي التي أحرقت. هذا هو كلام واعتقاد أهل السنة. فأهل السنة يعتقدون أن لا تأثير لأي شيء من الأشياء إلا لله الواحد القهار، قهر عباده على ما يريد، بخلاف باقي الفرق، بخلاف الكل. فسنعلم الآن من أبيات الشيخ الدردير أن البعض يقول لا، النار هي التي أثرت بالفعل. أهل السنة يقولون النار لا تؤثر بنفسها، إنما أثرت بالله سبحانه وتعالى. سنشرح هذا، لكن فهمنا يبقى التأثير هنا لا يكون إلا الإيجاد، الإحراق لا يكون من النار. تقول كيف؟ كيف النار أحرقت ولكن ليست هي؟ سنشرح هذا. يبقى التأثير لا تأثير لقدرة المخلوقات جميعا في شيء، لا تأثير لقدرة أي شيء في شيء أبدا، إنما التأثير لله سبحانه وتعالى. يبقى ولا تأثير للعباد بقدرتهم في فعل الأشياء الأفعال الاختيارية. يعني ونحن نفعل الأفعال الاختيارية، الأفعال الاختيارية كان ماذا؟ هذا فعل اختياري، أنا اخترت الآن أن أمسك بالقلم. طيب هذا فعلي أنا أم فعل الله؟ قضية، مشكلة، تمام؟ مستعدون لها إن شاء الله اليوم نشرحها؟ من نشرحها؟ طب هي قضية مهمة جدا جدا جدا، هذه هي التي فرقت بين أهل السنة ويعني وباقي الفرق. لا يعني من أهم القضايا، ليست هي الوحيدة لكن من أهم القضايا، ومن أهم القضايا المشكلة حتى في المذهب الأشعري، تمام؟ طيب يعني كل شيء مخلوق لله، يعني الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، خلق كل شيء. طب أفعال العباد من خلقها؟ أهل السنة يقولون الله سبحانه وتعالى، غير أهل السنة لهم كلام آخر، لهم كلام آخر. يبقى طب ما هي نسبة العبد إلى أفعاله؟ يعني ماذا أنا أفعل إذا كان كل شيء فعله الله، كل شيء خلقه الله؟ طب ماذا أنا يعني مسكت بالقلم، ماذا أنا فعلت؟ يقول هذا يسمى كسب مباشرة، يعني تحصيل، ليس خلق، لم أخلق الفعل ولكن كسبت، باشرت الفعل. القضية ليست بهذه السهولة، يعني كيف من فعل هذا؟ يعني من كسر القلم؟ من كسر القلم؟ إذا قلت أنت الذي كسرت القلم بيدك، نقول نفس الشيء، النار أحرقت بذاتها، نفس الشيء. لو قلت هذا تقول هذا، نحن نقول لا، النار لا تحرق بذاتها، النار لا تحرق بذاتها، متفقون على هذا، النار لا تحرق بذاتها إنما بتأثير من الله سبحانه وتعالى. لو أحرقت النار بذاتها لأحرقت إبراهيم عليه السلام، ما هي تحرق بذاتها، لماذا لم تحرق؟ هي تحرق بذاتها، تمام؟ ولو قلت أن الكسر القلم بإرادتي أنا، وأنا الذي فعلت هذا الفعل، إذن كل من أراد أن يكسر القلم لفعل ذلك، لو كان هذا بإرادة الإنسان وتأثير الإنسان، يعني كل من فعل، ليس كل من فعل ذلك يستطيع. نشرح هذا. يبقى نسبة العبد من الفعل الكسب، الكسب المباشرة، لا إيجاد، لا إيجاد الفعل، ليس هو الذي أوجد الفعل من عدم، لا يمكن أن يوجد العبد الفعل من عدم، هو حادث، فكيف لحادث أن يوجد حادثا، تمام؟ طيب يقول البعض، اقرأ هذا البيت، هذا هو البيت المهم. والفعل فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. أيوة، فالتأثير، قلنا التأثير يعني الإيجاد، نعم الإيجاد، الخلق،
الاختراع ليس إلا لله الواحد القهار الذي قهر عباده. ثم نعم ومن يقل بالطبع أو بالعلة أو بالعلة ومن يقل بالطبع ومن يقل بالطبع يقل بالطبع يعني من أهل الضلال بعضهم قال بالطبع من يقل يعني من يقل من أهل الضلال بالطبع ما معنى الطبع أي لا تأثير لا تأثير للأمور العادية العادية عقلا العادية عقلا يعني مثل ماذا العادية عقلا النار تحرق الطعام يشبع السكين يقطع هذا هو الأمر العادي عقلا العادي عقلا تكلمنا عنه بالتفصيل في المجلس الأول تذكرون تذكرون الأحكام العقلية تمام قلنا حكم عقلي وحكم شرعي وحكم عادي تمام راجعوا هذا أنا أعلم أن يحتاج إلى مراجعة أكثر من مرة يبقى ما هو الطبع من يقول بالطبع يقول لا تأثير للأمور العادية الأمور العادية يحدث بها التأثير بطبعها أن التأثير يكون بطبعها يعني النار تحرق بطبعها هذا هو الطبع بطبعها يعني طبيعة النار الإحراق دون تدخل من أحد دون تدخل من الله إذا يعني أشعلت النار ورجعت ووضعت فيها شيئا سيحترق بعد فترة يعني مدة حسب يعني شدة النار الطعام يشبع إذا أكلت الطعام بطبعه يشبع إذا أكل الإنسان يشبع السكين بطبعه تقطع إذا مسكت سكينا حادا وقطعت شيئا يمكن قطعه ينقطع بماذا؟ قالوا هم بالطبع ومن قال بهذا يكفر يكفر يعني أهل السنة هو كافر من يقول بالطبع كافر كافر لماذا سنفهم أهل السنة لا يقولون لا تأثير له بالطبع لا تأثير له بالطبع سنفهم لماذا طيب ولا بالعلة ما معنى العلة؟ العلة معناها السبب السبب يعني ماذا السبب؟ يعني مثلا أنا ألبس ساعة في يدي تمام؟ أنا أحرك ماذا الآن؟ يدي فحين أحرك يدي ماذا يتحرك؟ تتحرك الساعة يبقى تحركت بالعلة تحركت بالعلة دون تدخل هي تحركت بالعلة يعني تمام؟ تحركت بالعلة فهي المعلول إذا تحركت يدي تحركت الساعة إذا حركت يدي تحركت الساعة يقولون هذا تمام ولا بالقوة المودعة ما معنى القوة المودعة يقولون قوة يعني يبقى في عندي ثلاث فرق فرقة تقول الأشياء تحدث أيوة التأثير بالطبع بطبيعة الأشياء وفرقة تقول يحدث بالعلة وفرقة تقول لا هذا ولا ذاك إنما بقوة مودعة يعني بقوة أودعها أي وضعها قوة أودعها الله سبحانه وتعالى في الشيء هنا يذكرون الله الفرقة الأولى قالت بالطبع ذكرت الله كافر النار تحرق بطبعها لا أثر لله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع يعني أراد الله أو لم يرد النار ستحرق حتى لو لم يرد الله ستحرق بطبعها هذا من؟ الكافر تمام؟ الطبع بالعلة كلما حدثت العلة يحدث المعلول كافر أراد الله أو لم يرد أراد الله أو لم يرد كافر تمام القوة المودعة ليس بكافر لماذا يقول الله هنا الفرق من قال بالطبع لا يقول الله يقول هو يحدث بذاته بطبعه من قال بالعلة يقول هو هي الشيء يحدث بالعلة إنما الفرقة الثالثة التي قالت بالقوة المودعة قالت الله الله يبقى إذن ذكر الله خلق الله سبحانه وتعالى أودع خلق قوة وأودعها تمام أودع في هذا الشيء فحدث به ذلك تمام يبقى هذه الفرقة الأولى كافرة والثانية كافرة إنما من قالت بالقوة المودعة فهي مبتدعة فقط ليست كافرة إنها تؤمن بالله وتقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع هذه القوة المودعة طيب أهل السنة يعترضون على الثلاث فرق الثلاث فرق عند أهل السنة كلامهم باطل الثلاث لماذا؟
من يقول بالطبع أي بتأثير الطبيعة، أي أن الأشياء تؤثر بطبيعتها بدون تدخل، مثل النار لا بد وحتما بطبيعتها أن تحرق. نقول لهم أن النار تحرق بماذا؟ بتأثير الله سبحانه وتعالى، تأثير الله. كيف؟ إبراهيم عليه السلام وضع أمام الناس التي لا تعترف بوجود الله ووضع في النار ولم تحرقه النار، من الذي أوقف النار عن طبيعتها يا من تقولون بالطبع؟ الله. إذن ليست بطبيعتها، لو بطبيعتها لا تقف أبدا تحت أي ظرف، لكن الله سبحانه وتعالى أراد ألا تحرق، أراد ألا تحرق فلم تحرق. يبقى هي لا تحرق بطبيعتها، لما تحرق لأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك وأمر به، أراد وأمر به. وعندنا مثال آخر غير مثال سيدنا إبراهيم عليه السلام، مثال لا يعني لا يعلمه الكثير من الناس، وهو نتحدث عن سيدنا أبي مسلم عبد الله بن ثوب الخولاني، اسمه أبو مسلم عبد الله بن ثوب الخولاني، تابعي جليل، تابعي لأنه هو عاصر سيدنا أبا بكر وعمر والصحابة، ولكنه أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا في حياته، لم يكن في ذلك الوقت في المدينة، فلم يرى النبي، لذلك هو تابعي، هو تابعي لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى لم يلقه لحظة واحدة. فسيدنا أبو مسلم عبد الله هذا قصته موجودة في الصحيح، صحيح ابن حبان، وفي عند روايات لأحمد، في كثير جدا من الروايات، يعني لا خبر غير مكذب ولا ضعيف ولا أي شيء، يعني في موجود في صحيح ابن حبان وفي غيره كثير من الروايات. هو دخل المدينة في خلافة سيدنا أبي بكر الصديق، وهو من أهل اليمن، وفي ذلك الوقت ظهر في أهل اليمن دجال يدعي النبوة، اسمه الأسود العنسي، ادعى النبوة في ذلك الوقت، وأراد الناس أن يتبعوه، فلم يفعل أبدا أبو بكر عبد الله ابن ثوب الخولاني، لم يفعل، لأنه كان آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقاه، لكن آمن به وكان في اليمن، فلم يفعل. وهذا يدلنا أن بعض من ادعى النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في بلاد أخرى، فلم يتبعه مهما حاول معه، ثم قال له أنه سيلقيه في النار إن لم يتبعه ويؤمن به كنبي، فرفض أبو مسلم الاتباع، فألقاه في النار، يعني طرحه في النار، اللي هو مين؟ هذا الدجال مدعي النبوة الأسود العنسي، وضع أبا مسلم عبد الله ابن ثوب الخولاني في النار ولم تضره ولم يحدث له شيء ولا إحراق. فقال له الناس إن لم تنفي هذا عنك، يعني أخرجه من البلد، من البلد كلها، وإلا لفتن الناس به ولم يتبعوك وعرفوا أنك كذابا، فأمره بالرحيل، قال له اترك اليمن، لا تبقى في هذه البلد. فخرج من اليمن وذهب إلى المدينة ودخل في خلافة سيدنا أبي بكر الصديق، فرآه سيدنا عمر فقال له من أين الرجل، يعني لا يعرفه، من أين أنت، يعني رجل غريب في المدينة لم يره من قبل، فقال له أنا من اليمن. فقال له ما فعل، هو سمعوا القصة، يعني هم في المدينة سمعوا القصة هذه، ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار، ما فعل، يعني أتدري ماذا بعد أن نجاه الله من النار ولم تضر النار، أين هو، يعني هذا هو المسلم، أين هو وأين ذهبه؟ قال ذاك عبد الله ابن ثوب، يعني هل تتحدث عن عبد الله ابن ثوب؟ فطبعا بفراسة سيدنا عمر، تعلمون أن سيدنا عمر يعني رضي الله عنه كانت له فراسة، فقال له انشدتك بالله أنت هو؟ قال اللهم نعم. فاعتنقه عمر وبكى رضي الله عنه، وبكى كثيرا وقبله، ثم ذهب به وأجلسه فيما بينه وبين الصديق رضي الله عنهم جميعا، فقال سيدنا عمر الحمد لله الذي لم يمتني
حتى أراني في أمتي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من صنع الله به كما صنع بإبراهيم الخليل عليه السلام رضي الله عن الجميع. وكان هذا الرجل مجاب الدعوة كثير العبادة، توفي بأرض الروم وكان غازيا عام 62. وقلت لكم أن هذه رواية صحيحة، يعني لا مجال فيها. فهذا هو ليس بنبي، ليس بنبي، ولم تحرقه النار، فأين الطبع هنا؟ تمام، فهمنا. لذلك نعلم أن لا شيء يحدث أبدا أبدا إلا بقدرة الله، ولا فعل لأي مخلوق على وجه الأرض إلا بقدرة الله. من يقول بالعلة، أي أنها في وجود شيء من غير أن يكون له تعالى فيه اختيار، هذا هو كفر أيضا. يعني أن الله سبحانه وتعالى الساعة تتحرك والله سبحانه وتعالى ليس له اختيار ولا إرادة في ذلك، إذن أثبت لله شريكا، أثبت لله شريكا، فقد كفر. فالطبع والعلة من يقول بهما يلزم قائلهما الكفر عند أهل الملة، كما قال الشيخ الدردين. من هم أهل الملة؟ الملة أي الإسلام، الملة يعني اسم لما شرعه الله تعالى لعباده على لسان أنبيائه، يعني تكون على لسان أنبياء، نقول الملة. والملة تضاف للنبي، يعني لا نقول مثلا ملة الله، لكن نقول ملة إبراهيم، ملة محمد، سيدنا محمد، سيدنا إبراهيم. وتستعمل في جملة الشرائع، يعني ليس بتفصيل أو آحاد، لا نقول ملة الصلاة، ملة كذا، ولكن نقول ملة يعني جملة الشرائع. طيب، عند يعني إجمالا، يعني الأحكام الشرعية تملى، تملى لتنقل، فهي ملة، لذلك تسمى ملة. تمام، أما نقول عنها دين، أحكام الشرعية لماذا نقول عنها دين؟ نقول عنها ملة لأنها تملى فتنقل إلى العباد، تملى من الملأ الأعلى وتنقل إلى العباد، فهي ملة. ونقول عنها دين لأنها يتدين بها، أي يتعبد بها. ونقول عنها شريعة، لماذا؟ لأنها شرعت، شرعت للعباد، فهي شريعة. طيب، الأبيات. ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت. ليس بكافر، من يقول بالقوة المودعة ليس بكافر، بينما هو بدعي. لو لم يكن متصفا بها لزم حدوثه وهو محال فاستكن. لو لم يكن متصفا بها، يعني تعلق قدرة الله سبحانه وتعالى على وفق إرادتي، تعلق قدرة الله سبحانه وتعالى على وفق إرادتي، تعلق إيجاد، يعني الله سبحانه وتعالى يوجد، يعني حين يعني يوجد، يعني يخترع، يعني يخلق. تعلق قدرة العبد، قدرتي أنا مثلا على رفع هذا القلم، ليست قدرة إيجاد، ليست قدرة خلق، ليست، لم أخلق لنفسي أنا هذه الحركة، إنما خلقها لي الله. يبقى العبد لي فيه اختيار، له في هذه الحركة، أنا اخترت، ولكن اختيار ماذا؟ اختيار وميل وقصد، يكون يسمى كسب واكتساب، لا إيجاد. هذه قضية شائكة. أفعال العبد، أفعال العبد لا تكون بالإيجاد، أنا لم أوجد لنفسي المشي، أنا يعني أمشي، لا أوجد لنفسي المشي، وإنما أنا اكتسبته، يعني كسب، باشرت المشي، أوجده الله لي، خلقه الله لي، وأنا باشرته. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، والحركة شيء، والمشي شيء. إذن المشي مخلوق لله، والحركة مخلوقة لله. طيب، ما نسبة العبد؟ وجودي أنا في هذا الأمر كسب، مباشرة، كسب؟ الكسب معناها مباشرة، مباشرة يعني فعلت الفعل، ولكن ليس فعل أنني الذي أوجدته، إنما فعلته، أي يعني قمت به، قمت به كسبا، يعني مباشرة، ليس خلقا، لم أخلقه لنفسي، إنما فقط باشرته. طيب، فالكسب يعني الأثر، الأثر، خلق الله الحركة، وأثر الحركة أنني أتحرك، هذا هو الكسب. تمام، الاكتساب فعل الفاعل. يعني طيب، أفعالنا الاختيارية، ما معنى الفعل الاختياري والفعل الاضطراري؟ الفعل الاضطراري مثلا نبض القلب، هل أنت تتحكم في ذلك؟ هذا فعل اضطراري. تمام، ففي أفعال اضطرارية،
إذا يعني أصيب الإنسان مثلا بالحمى فأصابته الحمى أو السخونة، هذا فعل اضطراري أنت لا تتحكم فيه، هذا فعل اضطراري. تمام، حركة الأمعاء، حركة إلى آخره، أفعال اضطرارية لا أستطيع أن الدم، دورة الدموية، اضطرار، كل هذا اضطرار. وهناك أفعال اختيارية كما أفعل هنا الآن، أتكلم، هذا فعل اختياري، أو أختار الصمت. حين أسألكم سؤالا تختارون الإجابة أو الصمت، هذا اختيار. طيب هذا الاختيار هنا، هذا فعل للعبد، اخترت الصمت أو اخترت الكلام. ماذا نقول عن الاختيار هنا؟ هل أنت خلقت لنفسك الصمت؟ هل خلقت لنفسك الكلام؟ أم خلقه الله لك؟ هنا نعم، هنا هي القضية الشائكة، أن الله سبحانه وتعالى خلق الكلام للعبد، تعلقت قدرة الله سبحانه وتعالى بإيجاد، تعلقت بخلق الكلام، تعلق العبد بالمباشرة بالكسب، يعني بوجود الأثر. تمام، ويقولون في قول آخر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق بقدرته المطلقة الشيء، القدرة القديمة المطلقة، وخلق للعبد قدرة حادثة، يعني حادثة أحدثها له للعبد يتكلم، لكن ليس لها تأثير على الحقيقة، إنما التأثير لله، ليس بسبب القدرة، ليس بسبب هذه القدرة. يعني خلق الله سبحانه وتعالى النار وخلق لها الإحراق، خلق النار وخلق الإحراق. فالعادة تقول أن النار تحرق، النار تحرق، ولكن التأثير على الحقيقة من الله، لأنه لو لم يرد الإحراق لتحرق. كذلك خلق الله لي الكلام، والعادة يعني والذي يحدث أنني أتكلم، يعني أريد أن أتكلم فأتكلم، ليست إرادة مني، وإنما هي على الحقيقة أن أرد الله لي ذلك، على الحقيقة الله هو الذي أراد ليس أنا، لأنه لو لم يرد أتكلم أو لا أتكلم. طب أنا أريد أن أتكلم الآن والله سبحانه وتعالى لا يريد لي أن أتكلم الآن، ما الذي يحدث؟ لا أتكلم. إذن إرادة العبد ليست إرادة على الحقيقة، إنما هي فقط بالكسب، لكن على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤثر. فالقدرة التي خلقها الله لي للكلام، القدرة الحادثة هذه اللي خلقها لا تأثير له، لو أراد الله أن يبطلها لأبطلها، إذن لا تأثير، التأثير الحقيقي من الله. يبقى خلق لي هذه القدرة لأتكلم، ولكن الأثر من الله ليست من القدرة التي خلقها على للكلام. تفهمون هذا؟ هذه قضية شائكة جدا ويصعب فهمها على الكثير، يقولون يعني كيف أنا لا أفعل الفعل ولكن أنا لا أفعله؟ نعم، النار تحرق ولكن ليست هي التي تحرق، تحرق بقدرة الله، قدر ليس بقدرته. فهمتم؟ أنا أتكلم لكن لأن الله سبحانه وتعالى أراد لي وخلق لي القدرة الحادثة والتي ليس لها أثر، إنما التأثير من الله، إنما فقط هي كسب. فهمتم هذا؟ طيب إذن هي مجرد مقارنة، يعني الله يخلق الفعل، عند يخلق الفعل هذا الكلام، عند الشيء لا به، الإحراق يحدث عند مماسة النار للشيء، عنده لا به، لا لأنه مسه، لا بسبب هذا، ولكن يحدث به عنده. فهمتم قضية؟ يعني لو فهمتم هذا، يعني هذا أهم شيء وأصعب شيء في الأمر. يبقى من حيث إن الله خلق لنا ميلا وقصدا، أميل إلى كذا، أقصد أن أفعل كذا، خلق لنا قدرة مصاحبة سبحانه وتعالى للذي قصدناه، يبقى نسبة ذلك للفعل، نسب إلينا ذلك، نسب إلينا الفعل، نسب إلينا الكلام، قلت كلمة مثلا حسنة نسبها الله لي، وقلت لأني بشرت، تمام، وهو الذي خلق لي القدرة هذه غير المؤثرة، فلو قلت كلمة حسنة أثابني الله عليه، ولو قلت كلمة سيئة حاسبني الله عليها. فهمتم هذا؟ يبقى نسب الله إلينا الفعل وطالبنا به، في الظاهر يتراءى أنه فعل لي أنا وحدي، لكن إذا نظرنا إلى دليل التوحيد وطلاقة القدرة قطعنا بأن الفعل مخلوق لله تعالى،
ولو قلت أنا الذي خلقت الفعل إذن يبقى أنا شريك لله، أنا أخلق. وبعض الفرق كالمعتزلة قالت أن الإنسان يخلق أفعاله، يخلق أفعاله. وفهمنا الفعل الاختياري والفعل الاضطراري. طب لماذا ندرس هذه القضية عند الأشاعرة؟ لأن الأشاعرة حقيقة هما الوسط بين الجبرية والقدرية. الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور تماما، نعم مجبور تماما، يعني كالريشة في مهب الريح، كالريشة، نعم لا قدرة له على أي شيء ولا يفعل أي شيء، يعني يترك نفسه وكذا الله يحركه، يعني يجعله جعلا، يعني قهرا، يقول كلمة سيئة يقول كلمة حسنة. إذن لو قلنا بالجبر، وهذا طبعا محال، لو قلنا محال على الجبر، لماذا الحساب؟ لماذا الإثابة؟ لماذا يعطي هذا حسنات؟ ولماذا يعطي؟ الله هو الذي فعل، ولماذا يعاقب هذا؟ الله هو الذي فعل كل شيء، تمام؟ بلا يعني بقهر، بقهر. طب الأشاعرة يقولون أننا مقهورون، مقهورون، ولكن للإنسان نسبة الكسب. إنما الجبرية يقولون ليس الإنسان أي شيء، لا كسب للفعل ولا مباشرة للفعل ولا شيء خالص للفعل، تمام؟ يبقى فهمنا الطبع، فهمنا الفرق بين تأثير الطبع وتأثير العلة والطبع. وقلنا أن مثلا غير المسلمين بعضهم يقول أن الفاعل هو الطبع، والفاعل العلة، والفاعل الاختيار، الاختيار هو الإنسان، يعني الاختيار هو الإنسان كالمعتزلة. أما أهل السنة فيقولون الاختيار مخصوص بالله سبحانه وتعالى، ولكن جعل للإنسان الكسب، أن الله سبحانه وتعالى نفعل، يعني نقوم بفعل الأشياء عن طريق الكسب. ومن يقل بالقوة المودعة أي بواسطة القوة التي أودعها الله فيه فهو منسوب إلى البدعة، منسوب إلى البدعة، تمام؟ البيت الذي بعده، لأنه يفضي إلى التسلسل، نعم، والدور وهو المستحيل المنجلي، نعم، والتسلسل والدور شرحناهما بالتفصيل، تمام؟ وهو الجليل والجميل والولي سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الجليل العظيم الشأن، خضعت لجلالته وقوته وجبروته وقهره وهيبته العالمين، كل الخلائق، هذا هو معنى الجلال، خضع له كل شيء، عظيم الشأن. الجميل متصف بصفات الجمال كالعلم والرحمة والقدرة، كل هذه من صفات الله سبحانه وتعالى، صفات الجمال. أن الله صفات الجمال أن الله منزه عن كل نقص، الجميل منزه عن كل نقص، لا عيب فيه لا قبيح فيه. الولي الذي يتولى أمور العباد ويدبرها ويصلح شأنه. الطاهر أي المنزه عن كل ما لا يليق به سبحانه. أما القدوس فهو أيضا المنزه، ولكن التنزيه العظيم، يعني كل ما يخطر وما لا يخطر، الله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص يخطر على العقل أو لا يخطر على العقل، أي نقص أي عيب. الرب، الرب أي الرب سبحانه وتعالى المالك حقيقة، الرب المالك هو الذي يربي الخلق لما أراد. منزه أي مطهر، منزه أي مطهر عن، اقرأ البيت مرة ثانية. منزه عن الحلول والجهة، الحلول، الحلول السريان، التواجد، أن يوجد في شيء، أن يوجد في شيء. والجهة، الجهة من خواص المادة، ولا يلزم من عدم الجهة العدم، يعني لا 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 يلزم كما يقولون أن إذا كان لم يكن الله في جهة فهو معدوم، لا هذا لا يلزم أبدا. الجهة، الله هو الذي خلق الجهة، طب وقبل أن توجد الجهة، فلا يحل سبحانه وتعالى في شيء ولا هو في جهة. والانفصال ولا يتصف سبحانه لا بالاتصال كما شرحنا، ولا بالانفصال ولا بالسفه. والسفه هو وضع الشيء في غير محله، سفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ما معنى السفيه هنا؟ لا تؤتوا السفهاء أموالكم، السفهاء يضع الشيء في غير موضعه الصحيح، فالسفيه يتصرف في المال بأشياء غير لائقة. الله سبحانه وتعالى يقول لا نعطيهم الأموال، سفيه، يعني سفيه يضع الأمور في غير موضعها الصحيح، يعني يتصرف بأشياء خاطئة، يعني يتصرف. الحلول والجهة، الحلول أن يوجد في شيء،
يعني يدخل في شيء، يوجد في شيء، يكون موجودا في شيء. إنما الجهة يعني يكون موجودا في مكان ليس حل فيه، يعني داخل فيه سريان الحلول يسري فيه. يعني مثلا سريان الماء بداخل النبات، هذا هو حلول. أما الجهة أن يكون موجود في مكان، جهة اليمين، جهة اليسار، تمام، جهة الأمام، جهة الخلف، التحت، الفوق، إلى آخره. أحسنت. اقرأ البيتين مرة ثانية من فضلك. منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفر. فكيف يحل الله سبحانه وتعالى، كيف يحل؟ يعني يكون في موجود أو يتصل في شيء فقير حقير بالنسبة لله. يعني كيف يتصل العظيم الله سبحانه وتعالى العظيم، كيف يتصل أو يحل في شيء فقير حقير بالنسبة له؟ كيف يعني، كيف يكون العظيم متصل في الحقير أو يوجد فيه؟ يعني طبعا حقير فقير بالنسبة لعظمة الله، فكل شيء بالنسبة لله فقير ضعيف حقير، لا يعني يسوى شيء، يعني يساوي شيئا بالنسبة لعظمة الله سبحانه وتعالى، عظم الله في نفسه سبحانه وتعالى. فكل شيء في حق الله تعالى سبحانه وتعالى كالعدم، حتى العرش الله سبحانه وتعالى الذي خلقه والله سبحانه وتعالى يفنيه، يعني إذا أراد، يعني كل شيء فقير جدا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعني يعني يمكن أن نضع في مقارنة بالنسبة لعظم الله سبحانه وتعالى. ويقول في ذلك سيدنا ابن عطاء الله السكندري المعروف: كيف يظهر الوجود في العدم؟ الله سبحانه وتعالى كيف يظهر في العدم؟ أم كيف يثبت الحادث، كيف يثبت الحادث مع الحادث مع من له صفة القدم؟ كيف يثبت معه؟ كيف يكون معه الحادث مع من؟ كيف يتصف يعني يثبت معه سبحانه وتعالى علوا كبيرا عما يقولون؟ وننزه الله سبحانه وتعالى تنزيها كبيرا يليق بجلاله وجماله سبحانه ربنا. اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا ننزهك تنزيها يليق بك، يليق بجلالي، يليق بجمالك، يليق بك سبحانك ربنا، سبحانك ربنا، سبحانك ربنا. اللهم إنا نسألك بأنك لا إله إلا أنت، ونسألك بأنك الله الواحد الأحد الفرد الصمد لا إله إلا أنت، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك وحبيبك وصفيك. اللهم علمنا يا رب من العلوم التي تنفعنا، اللهم علمنا من العلوم التي تنفعنا، اللهم يسر لنا يا رب العالمين الفهم عنك، اللهم يسر لنا الفهم، اللهم ارزقنا بفهم عنك يا رب العالمين، تجعلنا به من عبادك المقربين، اللهم ارزقنا بفهم عنك يا رب، تجعلنا به من عبادك المقربين، اللهم ارزقنا اتباع الحق، اللهم ارزقنا اتباع الحق، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أطلت عليكم ولكن ما زال هناك المزيد والمزيد من الصفات، إن شاء الله يعني المرة القادمة.